السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين ولسان العرب. ما الصفات المشتركة بين الذكور والإناث في اللغة العربية؟ وما علامات التأنيث؟ وما دلالات التاء المربوطة؟ وما الضوابط العامة للمذكر والمؤنث؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب لهذا الأسبوع بعنوان المذكر والمؤنث في اللغة العربية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان المذكر والمؤنث في اللغة العربية. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية. حياكم الله دكتور. حياكم الله وبياكم. أهلا بكم. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة دكتور محمد خالد الرهاوي، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة قطر. حياكم الله دكتور محمد معنا. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. نبدأ دكتور حمدي بتعريف المذكر وأقسام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الدين وبعد. في الحقيقة قضية التذكير والتأنيث قضية شائكة، وخاصة في المؤنثات التي ليس لها علامة. لذلك يقول أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة 55 و200 من الهجرة: وأول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال والنعت قياسا وحكاية. أول الفصاحة، ده أول الفصاحة. نعم، هكذا أبو حاتم يقول. ومعرفة التأنيث والتذكير ألزم من معرفة الإعراب. مهم جدا. نعم. ولذلك وجدنا كثيرا من علمائنا القدماء يؤلفون كتبا في المذكر والمؤنث، أمثال الفراء المتوفى 207 من الهجرة، والأنباري محمد بن قاسم بن الأنباري 328 من الهجرة، والبلغة في التذكير والتأنيث لابن الأنباري محمد أبو البركات. نعم، ما شاء الله الأنباريون كثيرون، أهل الأنبار ما شاء الله. يعني عندكم ابن جني، ابن فارس وغيرهم. المذكر هو ما يصح أن تشير إليه بهذا، يعني هذا رجل، هذا هر، هذا كتاب. وله باعتبار حقيقته قسمان. مذكر حقيقي هو الذي له أنثى من جنسه، أو الذي يدل على ذكر من الناس أو الحيوان. هذا حقيقي. حقيقي. زيد رجل، حصان جمل. الثاني المذكر المجازي. والذي ليس له أنثى من جنسه، أو هو الذي يعامل معاملة الذكر من الناس أو الحيوان وليس منهما. ليل، باب، علم. أما المذكر باعتبار تأويله أو ذاتيته فهو ثلاثة أقسام. باعتبار تأويله أو ذاتيته. أو ذاتيته، نعم. عندنا مذكر ذاتي. يعني لا يحتاج إلى تأويل. رجل ليس يحتاج، لا يحتاج إلى أن نؤوله أو أن نقول بأن هذا اكتسب التذكير من المضاف إليه مثلا. واضح. نعم، واضح. نعم. الثاني المذكر المكتسب أو الحكمي. وهو ما اكتسب التذكير من إضافته إلى اسم مذكر، كقول الشاعر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. إنارة العقل مكسوف. ولم يقل مكسوفة. لماذا؟ لأن إنارة اكتسبت التذكير من العقل، وهذا أبان أنه مذكر، يعني المضافة. نعم. النوع الثالث المذكر المؤول أو المذكر تأويلا، وهو ما اكتسب التذكير عن طريق تفسيره باسم مذكر. ثلاثة أنفس. أنفس هنا يعني تفسيرها ثلاثة رجال أو ثلاثة أشخاص. لأن من المفترض أن تكون ثلاث أنفس. نعم، لأن النفس مؤنثة. نعم. لكن هنا أولت النفس بمعنى شخص أو بمعنى رجل. لذلك حدث التأنيث. هكذا. نعم. إذن نرحب من جديد بالدكتور محمد خالد الرهاوي، حياكم الله. وننتقل الآن إلى تعريف المؤنث وأقسامه بعد أن تفضل الدكتور حمدي بتعريف المذكر وأقسامه. تفضل الدكتور محمد. قبل أن أبين مفهوم المؤنث وأقسامه، أود أن أتوقف عند ثلاث نقاط مهمة في التذكير والتأنيث. الأولى أن التذكير والتأنيث ليس خاصا بالعربية وحدها، إنما هو عام في لغات أخرى
منها لغات سامية ومنها لغات أوروبية وغير ذلك. واللغات في ذلك أصناف: صنف يعتمد صيغة واحدة للمذكر والمؤنث كاللغة الفارسية والتركية، وصنف يعتمد التقسيم الثنائي المذكر والمؤنث كما هو حال كثير من اللغات الأوروبية واللغات السامية، وصنف يعتمد التقسيم الثلاثي المذكر والمؤنث والمحايد كما في اللغة الألمانية، وصنف آخر يعتمد تقسيمات أخرى اعتماداً على الحي وغير الحي، العاقل وغير العاقل، الجماد والكائن الحي وغير ذلك. النقطة الثانية أن العلاقة بين الدال والمدلول أو بين اللفظ وما يدل عليه علاقة اعتباطية كما يقول سوسير، أو تلازمية كما يقول آخرون، وبالتالي ليست حقيقية. ومن هنا اللغة مفرداتها تواضع واصطلاح كما يذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وبالتالي ما قد يكون مؤنثا في لغة قد يكون مذكرا في لغة أخرى، والعكس صحيح. في العربية مثلا الخمر لفظها مؤنث لكنه في الفارسية مذكر، القمر مثلا في العربية مذكر لكنه في الفرنسية مؤنث وفي الألمانية محايد. ومن هنا تنشأ أحيانا أخطاء في الترجمة من لغة إلى أخرى. النقطة الثالثة أن المشهورة والشائعة أن العربية تعتمد التقسيم الثنائي للمذكر والمؤنث، والحقيقة أن العربية فيها ثلاثة أصناف: الصنف الأول المذكر، والثاني المؤنث، والثالث ما يستعمل مذكرا ومؤنثا، أحيانا يستعمل مذكرا وأحيانا أخرى يستعمل مؤنثا كما في السبيل مثلا، الطريق أحيانا أو الحرب أو الإنسان الحرب أو البشر أو الطريق أو ما إلى ذلك. أما بالنسبة لمفهوم التأنيث، فليس هناك تعريف شامل جامع لمفهوم التأنيث لكثرة أنواعه وتعددها، لكن هناك تقسيمات أو هناك تعريف مبسط هو ما صحت الإشارة إليه باسم الإشارة هذه. يقال هذه امرأة وهذه ناقة وهذه سمكة وهذه طاولة وهكذا. أقسامه باعتبارات كثيرة، أولها اعتبار الحقيقة. باعتبار الحقيقة المؤنث قسمان: مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. الحقيقي هو ما يتناسل بولادة أو بيض، مثل امرأة، ناقة، سمكة، دجاجة، حمامة إلى غير ذلك. هذا الحقيقي. والمؤنث المجازي ما لا يتناسل بولادة أو بيض، مثل طاولة، حقيبة، نظارة. والحقيقة أن المؤنث المجازي ليس مؤنثا، ولكن العرب اصطلحت على استعماله استعمال المؤنث مجازة. فأجرته مجرى المؤنث وأخضعته لأحكامه. التقسيم الثاني باعتبار اللفظ والمعنى أو باعتبار العلامة، ثلاث قسمان: المؤنث اللفظي والمؤنث المعنوي. المؤنث اللفظي ثلاثة أقسام: لفظي حقيقي وهو ما دل على مؤنث حقيقي واشتمل على علامة تأنيث، مثل فاطمة، مثل امرأة، بقرة، سمكة، دجاجة إلى غير ذلك. والقسم الثاني المذكر المجازي، المؤنث المجازي اللفظي، وهو ما دل على مؤنث غير حقيقي لكنه اشتمل على علامة تأنيث، مثل طاولة ونظارة وحقيبة وغير ذلك. الثالث المؤنث اللفظي، وهو مؤنث في اللفظ فقط ودلالته على المذكر، مثل أسماء الأعلام: حمزة وحكمة وطلعت وبهجة وغير ذلك. القسم الثاني المؤنث المعنوي، وهو ما خلا من علامة التأنيث، وله قسمان: حقيقي، ما دل على مؤنث حقيقي، مثل زينب ومريم وهند وغير ذلك، ومؤنث مجازي أيضا يخلو من علامة التأنيث، مثل عين ويد وأذن وكف وغير ذلك من المؤنثات. نعم.
نعم. إذن دكتور حمدي تفضل بإيضاح الأقسام دكتور رهاوي، ولكن بقي أن نذكر قسم المؤنث باعتبار ذاتيته أو تأويله. نعم تفضل. المؤنث أيضا باعتبار ذاتيته أو تأويله ثلاثة أقسام. المؤنث الذاتي هو ما كان مؤنثا في نفسه بغير أي اعتبار خارجي كالإضافة أو التأويل نحو زينب هرة. والثاني المؤنث التأويلي هو ما كان صيغته مذكرة في أصلها ولكن يراد لسبب بلاغي تأويلها بكلمة مؤنثة لهذا لها المعنى نفسه. فقد كان العرب يقولون أتتني كتاب سررت بها، أتتني كتاب وليس يريدون كتاب. رسالة. نعم. ويقولون خذ الكتاب واقرأ ما فيها يريدون الأوراق. وأمثال هذا كثير في الكلام العربي. هذا التأويلي. هذا تأويلي. نعم. نعم. أما المؤنث الحكمي هو ما كانت صيغته مذكرة ولكنها أضيفت إلى مؤنث فاكتسب التأنيث بسبب الإضافة كقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كلمة كل مذكرة. نعم. في أصلها ولكنها اكتسبت نفس. التأنيث لأنها نفس. أضيفت إلى نفس. نعم. ونفس مؤنثة ولذلك جاءت أنث الفعل معها. نعم. نعم. والتأنيث هنا يعني نقول إما جوازا أو فيه كلام يعني. أيضا مثال شعري. مثال شعري قول المجنون ليلى وما حب الديار شغفن قلبي. حب مصدر والديار جمع لغير العاقل مؤنث فاكتسب حب كلمة حب التأنيث من الديار ولذلك الضمير رجع إليها جمعا مؤنثا شغفنا بنون النسوة. نعم هكذا. نعم. دكتور محمد خالد الرهاوي أيضا ما علامات التأنيث في اللغة العربية؟ طبعا المشهور أن علامات التأنيث ثلاث علامات هي التاء المربوطة والألف المقصورة والألف الممدودة، لكن بعض العلماء أوصلها إلى أكثر من 15 علامة. ومن هذه العلامات ما هو في الأسماء ومنها ما هو في الأفعال ومنها ما هو في الحروف. الأسماء فيها علامات حروف وحركة أبرزها وهي التي تتصل بحرف يسبقها مثل فاطمة مثل نخلة كلمة. أيضا التاء المغلقة وهي التي تسبق بحرف لا يتصل مثل كرة. أيضا التاء المفتوحة مثل أخت بنت. كذلك الألف والتاء في الجمع المزيد بألف في الطالبات دارسات معلمات شجرات وغير ذلك. أيضا ألف التأنيث المقصورة مثل ليلى وأروى وحبلى وغير ذلك كثير من الكلمات. أيضا ألف التأنيث الممدودة مثل زكريا زكريا تقصر وحمراء وخنساء حوراء وغير ذلك. أيضا النون المضعفة في ضميري المخاطب والغائب هن وأنتن سواء كانا متصلين أم منفصلين. هن في الانفصال أنتن أيضا في الانفصال كتابهن زرتهن أكرمتهن هذه تدل على التأنيث الاتصال. نعم. أيضا الياء في اسم الإشارة هذه. نعم. نقول هذه امرأة هذه ناقة هذه فتاة. نعم. كذلك الكسرة في ضمير المخاطب المنفصل أنت أو المتصل مثل درست قمت كتبت أو الضمير المنصوب مثل كتابك قلمك بيتك. وكثير من الكتاب يقع في أخطاء أنه يكتب بدل هذه الكسرة يعني والحقيقة أنها كسرة وليست يا هذه أبرز علامات التأنيث الخاصة بالأسماء. نعم. قبل الفاصل دكتور دلالات التاء المربوطة
لم يذكر علم التأنيث. ممكن أن تذكرها على عجالة؟ على عجالة سريعا. تفضل. نعم. الأفعال التاء التي تكون في أول المضارع يعني تقوم هند مثلا، أو تاء الساكنة في آخر الماضي قامت هند. الياء ياء المخاطبة أنت تعملين بجد، أو أنت اعملي أو اعملي بجد. الكسرة في نحو قمت، درست، أحسنت. نعم. النون في فعل الجامع من المؤنث المجتهدات نجحنا، نون النسوة. أما التي في الأدوات التاء في ربة وثمة، ومنه قول دريد بن الصمة: وربة غارة أوضعت فيها كسح الخزرجي جريمة تمري. ربة. نعم، ربة. الهاء كقولك في الوقف على هيهات هيها. يعني هناك هيها. نعم، لغة من لغات العرب. وعلى ولات في قوله تعالى: ولات حين مناص ولاه. ولا هذه الدلالة. نعم. ذلك على لغة بعض العرب. للدلالة على التانيث. دلالة على التانيث. نعم. الهاء والألف كقولك: إنها قامت هند. قال تعالى: فإنها لا تعمل أبصار. نعم. أما بالنسبة لدلالات التاء المربوطة فلها 14 معنى نذكرها سريعا حتى يفيد المشاهد. المعنى الأول: الفرق بين المذكر والمؤنث، إما في الصفات كضاربة ومنصورة وحسنة وبصرية، وهو القياس في هذه الأنواع الأربعة عن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وفي المنسوب. ننتقل سريعا لفصل الآحاد المخلوقة وآحاد المصدر من أجناسها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نخل. نخل جمع. هذا هذا اسم جنس جمعي. جمعي. نفرق بينه وبين مفرده بالتاء: نخلة. هكذا للتفريق. نعم. تمر تمرة. تمرة. بط بطة. بقر بقرة. شجرة أيضا. شجر. شجر ممكن. شجرة. نعم. 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 هذه أحد مخلوقة. نعم. ليست مصنوعة. كذلك بالنسبة للمصادر: ضرب ضربة، إخراج إخراجة. أما بالنسبة للموضوع، ممكن نكمل دكتور بعد أن نشاهد الآن وإياكم مشاهدينا الكرام في فقرة ديوان العرب. سنكون هذا الأسبوع مع الشاعر النابغة الذبياني. النابغة الذبياني. هو زياد بن معاوية الذبياني، شاعر جهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز. لقب بالنابغة لأنه نبغ، أي أبدع في الشعر، وكانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ، فيقصده الشعراء ويعرضون عليه أشعارهم، وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. قال النابغة الذبياني: أمنا لمية رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي، حان الرحيل ولم تودع مهددا والصبح والإمساء منها موعدي، في إثر غانية رمتك بسهمها فأصاب قلبك غير أن لم تقصدي، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب رخيص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعقدي، نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود، تجلو بقادمتي حمامة أيكت بردا أسف لثاته بالإثمدي، كالأقحوان غدا تغب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع المذكر والمؤنث في اللغة العربية، وكنا مع الدكتور حمدي مع دلالات التاء المربوطة قبل الفاصل. نعم. نكملها دكتور. نكملها سريعا. أن تجيء رقم ثلاثة، أن تجيء التاء للدلالة على الجمع، وذلك في الصفات التي لا تستعمل موصوفاتها وهي على فاعل أو فعول أو صفة منسوبة بالياء أو كائنة على فعال. خرجت خارجة على الأمير، وسابلة وواردة وشاردة، وقولهم ركوب وركوبة وحلوب وحلوبة إلى آخره، والبصرية والكوفية والمروانية والزبيرية والجمالة والبغالة والحمارة. التاء في هذه كلها في الحقيقة للتأنيث كما في ضاربة، وذلك لأن ذا التأنيث، لأن هذه التاء في مثله صفة للجماعة تقديرا، كأنه قيل جماعة جمالة، فحذف الموصوف لزوما للعلم به. ولكن هذه الصيغة المبالغة قد تأتي للمذكر مثل علامة وفهامة، التاء هذه ستأتي. نعم. نعم. أن تدخل لتوكيد الصفة على فعال أو فاعل أو مفعل أو فعول، كراوية ونسابة ومطرابة وفروقة، تفيد المبالغة في الوصف. الخامس، أن تدخل على الجمع الأقصى صيغة منتهى الجموع، كجوارب وموازجة وكيالجة، دلالة على أن واحدها معرب. السادس، أن تدخل أيضا على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب، كالأشاعثة. نعم. السابع، أن تدخل على الجمع الأقصى أيضا عوضا عن ياء المادة قبل الآخر، كجحاجحة في جحجاح. وأما فرازين وزنادقة فيجوز أن تكون عوضا عن الياء، وأن تكون علامة لتعريب الواحد. عوضا عن الياء في زنادق، زنادق يعني مثلا زنديق، زنادق، زنادق. نعم. 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 أن الثامن، أن تدخل لتأكيد تأنيث الجمع، مثل أفعل كأغربة وفعل كفلحة، أو إلى آخره من هذه الأمور، الموضوع الجموع. نعم. التاسع، دخوله لتأكيد معنى التأنيث، كما في ناقة ونعجة وأروية، وهذه التاء لازمة، وقيل قد جاءت لتأكيد التأنيث في الصفة كعجوز وعجوزة، فإن عجوزا موضوع للمؤنث في مقابل الشيخ، والتاء فيه غير لازمة. العاشر، دخولها لا لمعنى من المعاني، بل هي تاء تأنيث لفظي، كما في غرفة غرفة في غرفة مظلمة، وعمامة وملحفة، وهي لازمة. الحادي عشر، دخولها عوضا عن فاء الفعل، عدة وزنة أو عينه، كما في إقامة واستقامة، أو لامه، كرة وضوبة، وهي لازمة. في آخر الثاني عشر سريعا، التعويض عن مادة تفعيل، تزكية وتنمية وتربية. الثالث عشر، دخولها عوض عن ياء الإضافة، يا أبتي يا أمتي. الرابع عشر، دخولها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وعلامة لكون الوصف غالبا غير محتاج إلى موصوف، كالنطيحة والذبيحة، وهذه التاء أكثرها غير لازم. ما شاء الله، كل هذه. نعم. دلالات للتاء المربوطة. نعم. نعم. النحاة ما شاء الله. ما شاء. نعم. دكتور محمد خالد الرهاوي، وصلنا الآن إلى الصفات المشتركة، وهو موضوع مهم، بين الذكور والإناث في اللغة العربية. تفضل. حقيقة أن المذكر والمؤنث يشتركان ليس في الصفات فقط، وإنما في أشياء كثيرة جدا. صحيح أن لكل واحد منهما خصائص مستقلة مختلفة عن الآخر، لكن هناك ما هو مشترك بينهما في الكلمات وفي المصادر وفي الصفات المشتقة. في الكلمات، هناك كلمات كثيرة جدا يشترك فيها المذكر والمؤنث، مرة تستعمل مذكرا ومرة أخرى تستعمل مؤنثا، وهو ما اعتبرناه قسما قائما برأسه، مثل السبيل والطريق والحرب وبكر مثلا في الحديث، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. زوج أيضا يطلق على المذكر والمؤنث، فيقال هذا زوج فلانة وهذه زوج فلان في القرآن الكريم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، زوج عن حواء. أيضا عروس يطلق على المذكر والمؤنث، فيقال هذا عروس فلانة وهذه عروس فلان. ومن الخطأ الشائع أن يقال عريس مثلا، لأن العريس مأوى الأسد. ومن الخطأ أيضا أن يقال عروسة، لأن العروسة هي الدمية التي يلعب بها الأطفال. عروس. نعم. عروس يشترك فيها المذكر والمؤنث، والقائمة تطول
في سرد الكلمات التي تستعمل مرة مذكر ومرة مؤنث ويستويان فيها. ثانيا المصادر يشترك أو يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال مثلا هذا رجل عدل وهذه امرأة عدل، أي رجل عادل وامرأة عادلة. أيضا يقال هذا رجل ثقة وهذه امرأة ثقة، أي موثوق وموثوقة. في المشتقات أو الصفات كثيرة جدا، أبرزها في صيغ المبالغة، من ذلك صيغة فعالة، يقال رجل علامة وامرأة علامة. أيضا نسابة، رجل نسابة أي عالم بالأنساب وامرأة نسابة، رجل فهامة وامرأة فهامة، كثير الفهم وكثيرة الفهم. أيضا على وزن فاعلة مثل راوية، رجل راوية للأشعار وامرأة راوية للأشعار، ولذلك كان يسمى حماد الراوية. أيضا لدينا وزن مفعال من أوزان المبالغة التي يشترك فيها أو يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال رجل مزواج أي كثير الزواج وامرأة مزواج، كان الحسن رضي الله عنه رجلا مزواجا مطلقا أي كثير الزواج كثير الطلاق. وفي مجمع الأمثال في شرح أحد الأمثال يقول الميداني وكانت امرأة مزواجة أي كثيرة الزواج. إذن صيغة مفعال يستوي فيها المذكر مهذار، أيضا دكتور مهذار كثير الكلام، مهذار أيضا كثير الكلام، مغوار رجل مغوار وامرأة مغوار، رجل مقدام وامرأة مقدام، يستوي في ذلك المذكر والمؤنث. أيضا صيغة فعول بمعنى فاعل يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال هذا رجل صبور بمعنى صابر وهذه امرأة صبور بمعنى صابرة. أيضا يقال هذا رجل غيور وهذه امرأة غيور، يعني هذا الأفصح رجل حقود. يعني الأفصح دكتور هنا أن نقول امرأة غيور، يعني أفضل من غيورة أو صبورة. نعم طبعا، إلا إذا كان هناك لبس فنأتي بالتاء، ما دام ليس فيه لبس فالأولى فعول. كذلك يقال مثلا رجل لعوب وامرأة لعوب، واللعوب هي الرشيقة الحركات الحسنة الدلال، وليس كما يفهم منها أنها المحتالة أو الكذابة أو الخائنة أو ما إلى ذلك. أيضا من الصيغ على وزن فعل مثل جنب، يقال رجل جنب وامرأة جنب، يستوي في ذلك المذكر والمؤنث. أيضا رجل مفعل، يقال رجل مغشم أي جريء شجاع، وامرأة مغشم أي جريئة شجاعة، وليس بمعنى الغباء أو ما إلى ذلك كما يفهم منه اليوم. كذلك يقال رجل مقول أي حسن القول، وامرأة مقول والقائمة أي حسن القول. القائمة تطول دكتور سعود، إليك مرة أخرى ودكتور حمدي أيضا. نعم الأوزان كثيرة جدا لكن هذه أبرز الأوزان. أبرزها. وأيضا سأدعو الدكتور حمدي ودكتور محمد أن يختصرا لأنه الوقت لم يبقى إلا 4 دقائق تقريبا. متى يوقف باختصار شديد دكتور على تاء التأنيث المربوطة؟ يعني تاء التأنيث المربوطة الوقف عليها في اللغة الفصحى في الشائع نقف عليها بالهاء. بالهاء. هذه امرأة. قرأت رسالة. وفي بعض لغات العرب يقف عليها بالتاء. هذه يعني هذه امرأة. قرأت رسالة وعليك السلام والرحمة. موجودة لغة من لغات العرب. لغة من لغات العرب. نعم. هكذا. هذا باختصار شديد. إذن لندخل أيضا في الضوابط العامة للمذكر و المؤنث، يعني توصل الباحثون إلى مجموعة من الضوابط، يعني دكتور. أذكرها سريعا حتى يكون معنا المشاهد ويفيد كثيرا. يعني أول ذكر يعني بعض الباحثين جمع ضوابط للمذكر والمؤنث فقال كل عضو زوج من أعضاء الإنسان هو مؤنث إلا الخد والجنب والحاجبة والصدغة واللحية والفك والمرفق والزند والكوع والكرسوع. الكوع بالمناسبة العظمة التي تحت الإبهام. والكرسوع العظمة التي تحت البنصر الإصبع الصغيرة. نعم. رقم 2 كل عضو فرد من أعضاء الإنسان مذكر إلا الكبد والكرش والطحال. أسماء حروف المعجم تؤنث وتذكر والتأنيث أرجح. أسماء البلدان تؤنث على إرادة البلدة وتذكر على إرادة البلد.
أسماء حروف المعاني تذكر على معنى الحرف وتؤنث على معنى الكلمة. أسماء الشهور العربية كلها مذكرة إلا جماديين، جماد الأولى وجماد الآخرة، فإنهما مؤنثتان. أسماء القبائل والأمم تؤنث على معنى القبيلة وتذكر على معنى الحي. أسماء الظروف كلها مذكرة إلا قدام ووراء وأمام. الأسنان كلها مؤنثة إلا الأضراس والأنياب. الأصابع كلها إناث إلا الإبهام، فإن العرب على تأنيثها إلا بني سعد أو بعضهم، فإنهم يذكرونها والتأنيث أصح. ما جمع بالواو والنون أي جمع مذكر سالما، مذكر لا غير، المعلمون، العاملون، المسلمون، المؤمنون. ما جمع بالألف والتاء أي جمع المؤنث السالم مؤنث، سواء أكان مفرده مؤنثا نحو فتيات جمع فتاة، أو مذكرا نحو اسطبلات. للأسف نكتفي بهذا القدر. يعني وفي آخر دقيقتين دكتور محمد سنأخذ مسائل للمذكر والمؤنث، لا أعلم، لأنه لا نستطيع أن أيضا نذكر هل التذكير والتأنيث أي أثر في اللغة. لنتناول مساء المذكر والمؤنث دكتور، تصغير المؤنث مثلا. نعم، حقيقة للتذكير والتأنيث أثر كبير جدا، سواء في مباحث النحو أو في مباحث الصرف، ومنه التصغير. التصغير يقولون يعيد الأشياء إلى أصولها، فدار كيف تعرف بأنها مؤنثة؟ تصغر على دويرة، تعود لها التاء، نار نويرة، أما ما كان فوق الرباعي فلا يعاد إليه. أيضا في مباحث التعويض، الحرف المحذوف يعوض عنه بتاء مربوطة، كما استقام استقامة وأعاد إعادة وأجاد إجادة وغير ذلك. كذلك في مباحث النحو والمطابقة بين المثل المبتدا والخبر، بين الفعل والفاعل، بين النعت والمنعوت، تدخل المطابقة في التذكير والتأنيث في مباحث كثيرة جدا في النعت. كذلك تدخل في الأصول النحوية في نظرية الأصل والفرع، فالمذكر أصل والمؤنث فرع، ولهذا يغلب المذكر على المؤنث عند التثنية وعند الخطاب، فيقال مثلا الأبوان للأبي والأم، الوالدان، القمران، الشمس والقمر، ولهذا يكون أيضا الخطاب للمؤنث بصيغة المذكر، أيا كان لو كان هناك مليون مؤنث ومذكر واحد يكون الخطاب بصيغة التذكير. كذلك يدخل في العلة النحوية، فالممنوع من الصرف مثلا الأسماء الإناث تمنع للتأنيث، والعلة التأنيث هذه حقيقة هي علة مانعة للصرف، لكن ما وراءها هو الثقل. لماذا كان التأنيث ثقيلا؟ لأن العرب كانت تتحرج حقيقة من ذكر أسماء نسائهم، ولذلك منع من الصرف، ترجم هذا الثقل بالمنع من الصرف. وإذا كانوا يتحرج، كذلك منعت صفات المؤنث من الصرف، لأن العرب إذا كانوا يتحرجون من ذكر أسماء إناثهم أو نسائهم فهم أكثر حرجا وثقلا في ذكر أوصافهن. أما باب الغزل فموضوع آخر وباب مختلف. كذلك يدخل التذكير والتأنيث في العدد، وفي تذكير العدد من 3 إلى 9، أو من 1 إلى 2، العدد 1 و2 يطابقان، ومن 3 إلى 9 يخالف المعدودة في التذكير والتأنيث. وكذلك في الفعل هناك المؤنث الحقيقي يوافق، والمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. حقيقة باب التذكير والتأنيث يدخل في معظم الأبواب النحوية وكثير من الأبواب الصرفية. في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور محمد خالد الرهوي، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة قطر. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا لكم، حياكم الله. حياكم الله. إذن أما الآن مشاهدينا الكرام، نبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد عن الشاعر النابغة الدبياني. عبثا سعى الساعي بالصلح، وعبثا قيام القائم فيه، بل تعجز همة المتصدي له بدليل نجاح سواه من قبل. قد رأيتموني التزمت الصمت، وقد آن أن أسمعكم رأيي. قل يا عيينة. أرى أن نتحلل من حلفنا مع بني أسد، وأن نبقي على حلفنا مع بني عبس،
حتى لا ترحل عبس عنا وتتحالف مع بني عامر. ماذا تقول يا عيينة؟ ماذا تقول؟ أقول ما سمعت. إذن فاسمع أنت. غشيت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبني، تعاورهن صرف الدهر حتى عفونا وكل منهمر مرني. وقفت بها القلوص على اكتئاب وذاك تفارط الشوق المعني، أسائلها وقد سفحت دموعي كأن مغيضهن غروب شني، بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني. أركني يا عيين إليك قولا سأهديه إليك، إليك عني. قوافي كالسلام إذا استمرت فليس يرد مذهبها التضني، بهن أدين من يبغي أذاتي مداينة المداين فليدني. أتخذل ناصري وتعز عبسا؟ أيربوع ابن غيظ للمعني؟ كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن. تكون نعامة طورا وطورا هوي الريح تنسج كل فني. تمن بعادهم واستبق منهم فإنك سوف تترك، والتمني لدى جرعاء ليس بها أنيس وليس بها الدليل بمطمئن. إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب. قد وصلنا الآن إلى فقرة البيان القرآني، وعنوان هذا الأسبوع الدراسة التطبيقية للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم سورة الفاتحة. نبدأ بعد قليل. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن دكتور حمدي، نبدأ بسورة الفاتحة والدراسة التطبيقية للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأها بالبسملة، ولكن قبل أن ندخل في موضوع المتشابه اللفظي في البسملة لابد أن نعرض لآراء أو أقوال العلماء في البسملة. هل البسملة آية من الفاتحة وآية من أول كل سورة، أو أنها آية من الفاتحة فقط وليست آية من كل سورة من أول كل سورة، أم أنها ليست آية من الفاتحة وليست آية من أول كل سورة؟ هناك اختلاف بين العلماء. نعم. ولذلك موضوع الإصرار والجهر بها في الصلاة أو في القراءة مبني على هذا. المتفق عليه من بين العلماء بأن بسم الله الرحمن الرحيم هي بعض آيات من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متفق عليه. أما بالنسبة في كونها آية من الفاتحة أو آية من أول كل سورة، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، وهذا قول مالك، ولذلك المالكية لا يبسملون لا سرا ولا جهرا في الصلاة، حتى في السر يعني لا سرا ولا جهرا، لأنها ليست آية عندهم من الفاتحة. والأوزاعي وفقهاء المدينة والشام والبصرة، وقيل باستثناء عبد الله بن عمر وابن شهاب من فقهاء المدينة. القول الثاني أنها آية من كل سورة، وهو قول عبد الله ابن المبارك، ومنها الفاتحة طبعا. نعم، من كل سورة منها الفاتحة. نعم. نعم. القول الثالث هي آيات في أول سورة الفاتحة خاصة، وليست آية من أول كل سورة، وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبي حنيفة. وهذا القول هو الراجح للحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي بسنديهما
إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع من المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب. وبهذا تكون البسملة تكررت في سورة النمل. وتوجيه ذلك يكون في تبيين وجه مناسبتها في بداية الفاتحة أولا وفي سورة النمل. بداية سورة الفاتحة في نظم الدرر عندنا الكتب التي تهتم بتوجيه المتشابه، يعني ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي شيخ أبي حيان، والمتشابه في التأويل للكرماني، ابن جماعة له أيضا في متشابه التأويل، أيضا الإسكافي الخطيب الإسكافي المتوفى سنة 2400 من الهجرة له درة التنزيل وغرة التأويل. هذه الكتب من أمات كتب الكتب التي يرجع إليها في تفسير المتشابه اللفظي. وقد اهتموا بهذا الأمر لعدة أمور أسردها سريعا لتيسير الحفظ ولتبين أن القرآن ليس فيه تناقض وليس فيه تكرار. تكرار هذا لا يوجد، وإنما المتشابه اللفظي أو الآيات التي يظن أنها مكررة هي ليست مكررة، وإنما أتي بها مناسبة لسورتها ومناسبة لآياتها وإلى آخره من هذه الأمور. في أول سورة الفاتحة يقول لما كانت نسبة البسملة من الفاتحة نسبة الفاتحة من القرآن صدرت بها الفاتحة كما صدر القرآن بالفاتحة، لأنها لما أفادت نسبة الأمور كلها إليه سبحانه وحده أفادت أنه الإله وحده، وذلك هو إجمال تفصيل الفاتحة. كما أن الفاتحة إجمال تفصيل القرآن من الأصول والفروع والمعارف واللطائف. إذن دكتور هذا هو الرأي الراجح. سنكمل دكتور إن سمحت لي. نتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صحيح القول ومستمرون مع الفروق الدلالية من الجزء السابع وصلنا إليها، فلنشاهد. نير لا نير، يخطئ بعضهم فيقول ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال بفتح النون أي تحت سيطرته، وصحيح القول تحت نير الاحتلال بكسر النون. كيان لا كيان، يخطئ بعضهم فيقول الكيان الصهيوني بفتح الكاف، وهذا الضبط غير صحيح، وصحيح القول الكيان الصهيوني بكسر الكاف. كان الشيء كونا وكيانا وكينونة، فهي إحدى مصادر الفعل كان. الحيرة والحيرة، يخطئ بعضهم فيقول هو في حيرة من أمره بكسر الحاء، وصحيح القول هو في حيرة من أمره بفتح الحاء، لأن الحيرة بفتح الحاء مصدر حارة وتعني الاضطراب والتردد، والحيرة بالكسر مدينة بالعراق كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ما زلنا في فقرة البيان القرآني مشاهدينا الكرام. موضوعنا هذا الأسبوع الدراسة التطبيقية للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم سورة الفاتحة. تفضل الدكتور. تتحدث أما عنه. في سورة النمل مناسبة البسملة في سورة، جاءت البسملة في أول رسالة سيدنا سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وهذا يبين أهمية البسملة في أول كل أمر. فقد روى الحافظ الرهاوي في كتاب الأربعين بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطاعه. نعم. نأتي إلى
الآية الثانية الحمد الحمد لله. هذه الآية الثانية على اعتبار أن بسم الله الرحمن الرحيم البسملة الأولى. نعم كما هو موجود الآن في المصحف. في المصحف نعم. المصحف البسملة هذا هو الرأي الراجح. إذن هو الراجح أن البسملة آية من سورة الفاتحة ولذلك الشافعية ومن قالوا بأن البسملة آية من الفاتحة إذا نسي ولم يبسمل بطلت صلاته. بطلت صلاته لأن البسملة ركن عند غير الحنفية. نعم نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. خمس مرات في أوائل خمس سور قرآنية هي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحكمة في الموضوع الحمد لله في بدايات هذه السور الخمس السور الخمس. نعم نأخذ قولا من أقوال العلماء في الإتقان للسيوطي ينقل عن الخويي أحد العلماء السابقين يقول ابتدأت الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين فوصف بأنه مالك جميع المخلوقات. نعم رب العالمين مالك جميع المخلوقات. نعم أما في الأنعام والكهف وسبأ وفاطر لم يوصف بذلك بل بفرد من أفراد صفاته وهو خلق السماوات والأرض والظلمات والنور في الأنعام وإنزال الكتاب في الكهف وملك ما في السماوات وما في الأرض في سبأ وخلقهما في فاطر. لماذا؟ لأن الفاتحة أم القرآن ومطلعه فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها وأشملها رب العالمين. رب العالمين نعم. أما الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الجزئية في الحمد لله رب العالمين لأنه هذه الحمد فقط الحمد لله. أما بالنسبة للحمد لله رب العالمين فقد تكررت أيضا الحمد لله رب العالمين في قول في أول الفاتحة في سورة يونس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. في غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد لله رب العالمين؟ آية الفاتحة جاءت أول السورة لتعليم الخلق حمد الله تعالى. أما بقية الآيات فجاءت في نهاية أفعال وأمور تنبيها لنا على أن الحمد مشروع عند انقضاء الأمور ولأن الحمد شكر على النعم. يعني الحمد في الأول للتعليم في الآخر عند انقضاء كل أمر لا بد من حمد الله سبحانه وتعالى شكرا على نعمه شكرا على أنه وفقني لفعل هذا الأمر. نعم سريعا دكتور. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم هذا على رأي من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. يعني ذكر العلماء في تكرار أقوالا كرر للتوكيد وهو من أساليب العربية هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. ومن الأقوال أيضا قالوا لما أراد ذكر يوم الدين لأنه ملكه ومالكه وفيه يقع الجزاء والخشية والخوف والهيبة والعقاب والثواب وفيه يحصل للمؤمن ما لا مزيد عليه من الرعب والخشية والخوف والهيبة قدم عليه ذكر الرحمن الرحيم تطمينا له وتأمينا وتطيبا لقلبه وتسكينا وإشعارا بأن الرحمة سابقة غالبة فلا ييأس ولا يأس فلا ييأس ولا يأس فإن ذلك اليوم وإن كان عظيما عسيرا فإنما عسره وشدته على الكافرين أما المؤمن فبين صفتي الرحمن الرحيم من الآمنين. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كرر إياك ولم يقتصر على ذكره كما ذكره مرة يعني كما في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى ولم يقل وما قلاك. يقولون
هو قطع الاشتراك بين العاملين. نعم، أقل من دقيقة دكتور. كيف لو حذف لم يدل على التقديم، لأنك لو قلت إياك نعبد ونستعين لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك نستعين، أم إياك نعبد ونستعينك، فكرر لأن إياك. للقصر قصر الاستعانة على الله وحده دون غيره من المخلوقين. إياك نعبد إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم، آخر شيء سريعا، تكرر لأنه يقرب مما ذكر في الرحمن الرحيم، ذلك أن الصراط هو المكان المهيأ للسلوك، فذكر في الأول المكان ولم يذكر السالكين، فأعاده مع ذكرهم صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والمؤمنون. ولهذا كرر أيضا في قوله إلى صراط مستقيم صراط الله في الشورى، لأنه ذكر المكان المهيأ صراط مستقيم ولم يذكر المهيئ وهو الله عز وجل، فأعاده مع ذكره فقال صراط الله أي الذي هيأه للسالكين. جزاكم الله خيرا دكتور. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غاريسون التركية. مسك الختام سيكون مشاهدينا مع فقرة سيرة عالم، واخترنا لكم هذا الأسبوع أبا علي الفارسي إمام النحو. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب، في أمان الله. أبو علي الفارسي إمام النحو هو الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي النحوي، ولد في بلاد فارس سنة 288 للهجرة. قدم بغداد شاباً واشتغل فيها بالعلم. سمع من علي بن الحسين الفارسي عن إسحاق بن رهويه، وأخذ النحو عن أبي إسحاق الزجاج وأبي بكر مبرمان وعن أبي بكر بن السراج. أبرز تلامذته أبو الفتح عثمان بن جني وعبيد الله الأزهري وأبو محمد الجوهري وعلي بن عيسى الشيرازي وأبو القاسم التنوخي. كان إمام عصره في النحو، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة، وكان بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس، ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة بن بويه في بغداد، وتقدم عنده وعلت منزلته وانتهت إليه الرياسة في النحو. أبرز ما تركه لنا الفارسي التذكرة في علوم العربية: المقصور والممدود، الحجة في علل القراءات، جواهر النحو، الإيضاح والتكملة. توفي أبو علي الفارسي ببغداد سنة 377 للهجرة، وقد عاش 89 سنة.